مين الأخ؟ علي هوجين إدارة أعمال مصارعين سيارة توتال لوس. تدري وش توتال لوس؟ بونص تسمع به فلتبدأ بلوك. أهلا بك في الحفرة. الحمد لله بس إي دبليو جاي الرياض ويبون مصارع سعودي. قولي لأمك إن المطبخ بيجيها. اسمعني، مكان كله معضلين، ندري ليه جايين. ترى مصارعة ما له دخل إنك تكون معضل يعني. الفات الله جودي فوق. هنا نسوي رف طويل نحط فيه كل فقراتنا، يكون هذا كهف الوطواط حقنا. وش وطواطو؟ هذه صالة. يبغى فوز لازم نسويها. تمام، كله مصارعة. بدر محيفرة عند الله حركة واحدة يدق الريوس في الباقات ويهبد لك محيفرة. يكتم بلوف اللي تحت. لو بيجيت ورق معنا حيجيك سوبلكس. بعمل ليش لكن لازم أفلكس. سعد جسمك مو جسم مصارع. وإذا اندبجت يا سعد؟ فلو أنا ما اندبج، أنا أدبج. لازم فوز، لا لازم فوز، لازم فوز. محمس الأسطوري يخليك تنجم. ما تدري وينك مقفل، أنت رايح مفيدة ولا ما في دعم. ليش تروح حكم الفار اللي حسب بلنتي غلط وش طبعا؟ إيه ولو انعادت المباراة مليون مرة بحسبها بلنتي. تمام بس ألقم يا تفغ أنت طاقمك الناية. وبساعد ما جيت تروح المكتب تمسح كل الهيستوري بدون ما تناظف شيء. سرتار عبد الخالق اسمي، سطار مو سرتار. سرتار سطار كل مسلم إن شاء الله. دخلني ذا البطولة وتشوف المستوى. اي يا المندبج، عاد اخذ معك سيلفي بالله توجهك المنفقع ذا. ما سمحت صوب.